مساء الخير والفرح والأمل وكل شيء حلو في هالدنيا. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج على الوتر. ضيفتي اليوم أتعب وأنا أقول إنها إنسانة جميلة القلب والقالب، إنسانة قدرت إنها توازن بين فنها وبين أسرتها، وإنها تتجاوز كل محنة في حياتها على أكمل وأجمل وجه. فنانة مؤثرة وقديرة وأم عظيمة وجدة ما في مثلها. اليوم راح ندق على الوتر الحساس في حياة الفنانة القديرة شفيقة يوسف، ولكن بعد متابعة التقرير التالي من إعداد الزميلة العزيزة جمانة الذوادي نتابع وراجعين. تفضلوا. نجاح يتلوه نجاح، وبعده يأتي قرار الاعتزال، ومن ثم الرجوع بكل شغف إلى هذا المجال. الفنانة البحرينية شفيقة يوسف مرت بمراحل عديدة في مشوارها الفني اللي ابتدى عام 1980 من خلال مسلسل بيت أبو خالد. في عام 1987 قدمت عملها الفني الثاني تحت عنوان سوالف أم هلال، واللي حقق نجاح لافت وشهرة كبيرة وصيت لها ولموهبتها. عام 1988 اعتزلت العمل الفني اللي عادت لمزاولته عام 2005 بتشجيع وإقناع من صديقتها الفنانة لطيفة المجرن، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل دروب. ومن بعدها تتابعت خطوات عودتها بمشاركتها بثلاثة أعمال هي جنون الليل، بسمة ألم، وجادة سبعة. من عام 2007 قدمت شفيقة يوسف أعمال درامية مميزة، أهمها الفجر المستحيل، لحظة ضعف، ورحلة شقة. تميزت شفيقة يوسف بتجسيدها لأدوار مميزة ومناسبة لشخصيتها، من هذه الشخصيات دورها في مسلسل قلب أبيض وأم البنات، وشاركت في أكثر من 28 عمل خليجي وبحريني، وأبدعت بعدة أعمال درامية بالإضافة إلى فيلم بعنوان أربع بنات. الفنانة القديرة والجميلة شفيقة يوسف، مساج ورد ونور وعسل. صراحة ما أعرف شو أجاوب يعني بكل هالتحايا. الله يمسيك بالنور حبيبتي، ويمسي مشاهدينا الكرام. شرفتيني ومنورة اليوم بالأصفر. حبيبتي شكرا، من نورك. حبيبة قلبي الله يحفظك يا رب. الاسم الكريم شفيقة يوسف عبد الرحيم جعفر، من مواليد عام 1000 أقول؟ قولة. أروح؟ قولة ما عندي شيء. 1958 العمر كله يا رب. حبيب. من مواليد الجبيل في المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعم. بحكم أن والدك طبعا سعودي الأصل. نعم الله يرحمه. الله يرحمه يا رب ويطول بعمرك إن شاء الله. محطات كثيرة في حياتك، لو حبيت أنك تختصرينها بكلمات أستاذة شنو راح تكون؟ يعني شنو بقول، الحياة هي كذي، نعيش طفولتنا وشبابنا ومراهقتنا، هي هذه تعتبر يعني يمكن المرحلة اللي ما نكون فيها حاملين هموم الدنيا. من نعم. بعدها تبتدي الهموم، تبتدي المشاكل، تبتدي يعني الصراع في الحياة العادي الطبيعي حق أي إنسان في هذه الحياة. يعني من بعد فترة المراهقة ابتدت شوية الحياة تصعب بالنسبة لي. يمكن تزوجت بعد يعني إنسان الله يرحمه كان الله يرحمه. شوية نوعا ما معتل صحيا. نعم. عانيت معه ويعني استمرت الحياة، لكن الحمد لله أقول هذه يعني قضاء وقدر الله حقي، والحمد لله رضيت فيه وقنعت، وبالعكس والله خلاني قوية الحمد لله. طبعا هاي المحطات أكيد نرجع لها باستفاضة أثناء حديثنا اليوم، ولكن إذا حبيتي تختصرين هالمشوار في كلمات أستاذة شنو راح تكون هالكلمات؟ حياة 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 لا أكثر ولا أقل. يعني الله يبارك لك في هالعمر يا رب ويزيد من حالاته يا رب. يا إن شاء الله يا رب. إذا مثل ما قلنا من شوي، حضرتك انولدتي في المملكة العربية السعودية، عشتي وتربيتي في المحرق. أيوة. وانت بعدين انتقلتي إلى مدينة عيسى ولدك محمد. العظمة. أيوة ولدك محمد. قال لي تحملي روضة ما تقولين مدينة العظمة. على راسنا من فوق اكيد مدينة عيسى واهلها. والله عجبتني التسميه، انا ما اعرف من اللي اطلقها ذي، بس حلوه حلوه. لا انا من قبل لا اكمل قلت لي مدينة العظمة. على راسنا من فوق. على راسنا من فوق. اجمل محطات حياتك من بين كل هالتنقلات وين كانت اجمل محطه؟
يعني هي بدون شك، وكل إنسان أعتقد يعني يعتبر فترة الطفولة هي أجمل فترة. فترة الطفولة. فترة الطفولة لأن يعني مثل ما قلت لك خالية من الهموم، من أنك تحملين هم عيال وبيت وأسرة وكذا، يعني عايشة لنفسك وبس. طفلة مشيول همك وما تحاتين إيش بتسوين إيش ما تسوين. مع أن طفولتك ما كانت سهلة، بس إحنا نتكلم عن الإدراك، ما كنتي مدركة. بس إيه يعني كطفلة يعني أنت بس همك تاكلين وترقدين، ما عندك هموم أخرى يعني، وهذه مشيولة عنك يعني الأهل يشيلونها. ناس ثانية هي اللي شايلة همك. نعم. الله يرحم الوالدة يا رب. إن شاء الله. أيام المدرسة حضرتك كنتي واجد تحبين المسرح المدرسي. إيه. ومن عقب المرحلة الثانوية اشتغلتي في عدة بنوك. أحد زملاء العمل سيد حسن النعيمي هو اللي شجعني أي هو اللي أقنعت أنه تنتقلين إلى التمثيل وتجربينه وكذا وتشوف فيك هالموهبة. وقد كان انتقلتي إلى مسرح أوال. هذا المسرح طبعا اللي شهد أولى خطواتك الفنية الجميلة. إلى أي مدى اليوم أستاذة شفيقة تملكين انتماء وامتنان إلى هذا المكان اللي شهد خطواتك الأولى وأيضا شهد تطورك لحد ما صرتي الفنانة القديرة شفيقة يوسف؟ مسرح أوال بالنسبة لي هو يعني بيتي الفني، ممتنة جدا له وبتم ممتنة ويعني البداية كانت جدا بسيطة لكنها الحمد لله افتحت لي آفاق، لأن يعني هي مقولة تقال إن المسرح أبو الفنون، فبدايتي مسرحية عطتني قوة وعطتني يعني شو أقول لك ثقة إن أنت شلون تقدرين تواجهين الجمهور. جميل جميل. زين أنا الحين بنتقل حق شيء ثاني شوي. وايد زحمة إن فنانة هلقد تخاف من الطيارات. شلون؟ لا تذكريني روضة. ما أقدر. مو من قلت. يعني هذه عملت، هذه أنت مضطرة يعني تعملين مع الطيارات. وأحب السفر المشكلة، أحب السفر وأتمنى يعني لو كل يوم أسافر، بس صدق يعني وايد يعني شوفي أنا مو الرعب اللي يعني يوصلني لدرجة إن ألغي فكرة السفر أو أي شيء. مضطرة ما تقدرين. مضطرة أول شيء يعني لأن أنا قلت لك أحب السفر وشغلي بعد معتمد وايد على السفر. فبس هي دام الطيارة ما فيها مطبات. أنا الحمد لله. من وين يبلش طيارة ما فيها مطبات ومحلات؟ يعني لا لا ساعات بعض ال. إلا كم بتسافرين إني السعودية بالطيارة. ما في فايدة. نفس الشيء نفس الشيء يعني. يعني مثل ما تقولين أول ما تبتدي ترتفع هني تكون للحين. إيه. من تهدأ شوية أرتاح أبتدي ممكن أطالع فيلم أو نعم. إذا في وجبة مثلا أبي أكلها أوكي أهدأ، بس خل تبتدي شوية هزة خفيفة. لا وتعرفين شنو عندي؟ إيه. أطالع ويه المضيء. اقول لا ويهم ما يوحي بخوفه يعني الموضوع عادي الحمد لله. انت من تشوفينهم يهرولون في الممر او يمشون بسرعه خلاص يخوفوني. إيه يخوفوني. زين ليش كله عبالك ان ماكينه السياره بتحترق اذا سرع اذا سيده بالسرعه؟ انا بعرف المعلومه وين جبتيها ام محمد. يعني احساسي من قول اي احساس؟ لا هاي كد يوسف مالي شغل. لأن عنده سيارة سرعة. إنزين. سيارته وايد يعني ولها صوت ما أعرف شنو يعني مركب لها صوت، فيعني يعرف نقطة ضعفي يعني من يأخذ الهاي واي قاعد يطالعني كذي. هو ترى أظن كل الأمهات عندهم قاسم مشترك. كل عبارهم عيالهم ما يعرفون يسوقون. لأن إيه لأن يعني لا خاصة إذا شباب ويسوق بسرعة يعني. يعني سرعة الشارع 100 ليش ليش ليه لازم اوصل لها كاملة ولا ما بتحترق ترى والله العظيم ما السرعة ما لأن الصوت اللي يطلع صح شباب في سرعة تعدي مهندس نايف في بيقول لك لا بيحلف. خلاص طلعنا بمعلومة من حلقة اليوم. لكن بعد بعيدها علي لا ما في فايدة. لا حضرتك ام محمد فعلا امرأة حديدية، كل ما زادت المحنة كل ما قوى باسك ما شاء الله عليك. يعني حضرتك في البداية انحرمتي من صغارتك من حنان الأب، كانت أمك بالنسبة لك وبالنسبة حق أختك مريم هي بمثابة الأم والأب. نعم. من بعدها أيضا اعتنيتي بزوج مريض مثل ما تفضلتي من شوي وأيضا طفلة مريضة والله أخذ أمانته، توفى الزوج ومن بعد سنة تقريبا بعد توفت بنتك. مع ذلك أنت كنتي امرأة قوية وصابرة وربيتي عيالك الاثنين، واحد طفل واحد مراهق، أحسن تربية الحمد لله لحد ما شفتيهم يوم بعد يوم يكبرون وينجحون. المحن شنو خذت منك وشنو قوت فيك؟
يعني مثل ما قلت لك في البداية، المحن خصوصا حق الإنسان اللي دائما اعتمد على نفسه يعني طول حياته، تكون بعد دافع للمزيد من العطاء والمزيد من القوة. نعم. المحنة ذي الحمد لله يعني صدق فقدت فيها ناس غاليين وايد على قلبي، والله يرحمهم ويجمعنا وياهم إن شاء الله في الجنة. بس يعني فعلا خلتني أركز أكثر على الموجودين، على أن الحياة ما توقف على موت أحد، وأن الحياة لازم تستمر شئنا أم أبينا. الحياة لازم تستمر بحلوها بمرها. موقف بسيط ممكن يرجع كل الذكرى هذه، يعني ينعصر القلب من الحزن في ذي الوقت، لكن أرجع أستعيد يعني في لحظتها بس، والحمد لله أرجع أستعيد حياتي الحالية. بس أنا بقولك أم محمد، الشيء اللي كلنا نشوفه يعني أول ما يطري على بالنا اسم شفيقة يوسف، نعرف إيش كثر هالإنسانة حديدية، امرأة قوية، امرأة نجحت في أن هي تربي 2 عيال، وكل يوم ما شاء الله عيالك 2 ريايل، شهدتي نجاحهم، كبرتيهم يوم بعد يوم، وهم ما زالوا رافعين راسهم فيك. يا رب الله يخليك على راسهم طول العمر حبيبتي. وانا فخوره فيهم وفعلا رافعه راسي فيهم. هاي اجمل قصتين نجاح. الحين احد الزملاء تو شايفني ويسالني عن محمد ولدي، أي. ويقول لي نعم الريال. اي والله يعني زميل واخ عزيز. حبيبتي. وهذه يعني روضه، يعني انسي كل الالام والمصاعب والتضحيات، يعني هاي الثمرة اللي الحمد لله قدرت إني أحافظ عليها وأينعت وطلعت لي ثمرات صغار. إيه حبايبي بنتكلم عنهم أكيد إن شاء الله. الحمد لله. الله يخليك على راسهم طول العمر. الحمد لله ابتسمنا. أنا هاي اللي أبي الحين. عاد محمد يقول لي إن مراهقته يعني عفس الدنيا. حوادث ومرور وعفسه. وايد وايد وايد. يوسف كان ملاك مريم. بالعكس طيبة. بالعكس. يعني سبحان الله تربين العيال نفس التربية ونفس الأسلوب ونفس الطريقة، بس يعني يطلع لك واحد يعني غير عن الثاني. عشان كذي لما أحيانا يعني أسمع أهل ما عرفوا يربونه، أقول والله ساعات يعني مو ذنب الأهل، ساعات يعني أكيد الأهل في النهاية مو هدفهم إنه يربون عيال موزينين، يعني كل أم وكل أب يعني منعين إنه يشوف عياله في أحسن وضع من ناحية الأخلاق، الوظائف، الدراسة، كل هذه الأمور. كل أم وأب يضحون بعمرهم وبجهدهم وبوقتهم علشان يشوفون عيالهم في هالشيء. والمراهقة فترة وايد صعبة، وايد يعني وايد صعبة. محمد كان يعني ما علي محمد سوى فيك، ما علي محمد يعني، بس هو اكيد عارف يعني الحين لما هو يتذكر هو يضحك. اللي هو اللي قايل لي محمد يعني اتذكر والله ساعات كنت اطلع من الدوام هني، ايه اروح على ذيك الايام كانوا مجمعات قليله هني، مجمعات اكثر شيء فيها مالوت الالعاب ذي. نعم. الالعاب الشبابيه. نعم. اروح هناك اوقف اطل اشوفه. اللي يقول لي يما شم جايبك انت، ليش طالع من المدرسه؟ يا ما عندنا شيء. ما يصير يا ماما، ما يصير، انت ايش درش ان انا طالع؟ قلت له ما ادري يعني قلب الام يعني احساس كذي ان هاي اشوفك هنا. لا هو مشكلته شم جايبك، مو مشكلته انا طلعت. يعني طبعا غير مثل ما تقولين حوادث السيارات، ما شاء الله عليه والله يعني اي عفس الدنيا، ما اعرف يمكن 3-4 سيارات يعني قبل يستقر ويهدأ يعني. حوادث هي يعني جرب كل شيء عن خاطره ما شاء الله عليه. إيه إيه إيه. الحمد لله يعني خلاص استقر وهدى، فخوره فيه. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يا رب يدوم ترفعين راسك في عيالك يا رب. الحمد لله. الام الجميله والدة محمد ويوسف وعايشه الله يرحمها يا رب. وجود عيالك في حياتك عن شنو عوضك وشنو غير فيك؟ يعني مثل ما قلت لك سبحان الله، يعني الله ياخذ ويعطي. نعم. الله اخذ من عندي جاسم وخذ عايشه، لكن وجود يوسف ومحمد في حياتي يعني بالدنيا كلها. التعب وال يعني والاشياء اللي انحرمت منهم وانا صغيره مثلا وما قدرت اني احصلهم، حاولت قد ما اقدر اوفر لهم كل اللي اقدر عليه بامكانياتي طبعا. نعم.
ما يعني ما حاولت أروح أوفر الإمكانيات أو يعني اشتغلت، وهاي الفترة ذي كانت قبل لا أرجع للتمثيل. نعم. اشتغلت أوفر تايم، واشتغلت يعني إجازاتي الويكند ما كنت أقعد في البيت، كنت أشتغل فيهم عشان بس أقدر أني أوفر لهم اللي يحتاجونه من ناحية المادية. لكن من ناحية العاطفية قد ما قدرت أني أحاول أعوضهم عن الأم والأب، والحمد لله. يعني يمكن أكيد في خقات مثل ما نقول. أبدا لأنه مهما كان يعني مجهود اللي تبذل الأم أو الأب، يعني يظل فيه نقاط ضعف أو تقصير من ناحية ما. يمكن الأولاد لمن يكبرون، والله أمي ما سوت ذي الشيء أو سوت ذي الشيء. أنا سمحي لي ولا أنا يعني من كلامي معاهم يعني قبل هاللقاء، كمية الامتنان اللي كانوا يعبرون عنه في المكالمة، أنا ما أبي أصيحك بس يعني أنت اضطريتيني أقول كذي، كمية الامتنان اللي يحملونه لك ما ينوصف، يعني ما تنوصف. الحمد لله هذه من نعم رب العالمين. الله يخليك على راسك. والحمد لله ما كنت بروحي للأمانة في ذي الوضع، يعني الله يرحم الوالدة وايد ساعدتني وقفت معي وربت عيالي، يعني صراحة للأمانة ربت عيالي يعني وشالت وياي. وحتى الوالد الله يرحمه يعني على ظروف انه هو كان في السعودية بس كان يقعد عندي يعني بالأسبوع بالعشر أيام بالأسبوعين ويشيل معي، خاصة بعد ما توفى جاسم كان يعني مساعدني وايد، ومجموعة الأهل الخوات الأحباب كلهم يعني الزملاء الزميلات، يعني أنا بعد ممتنة لكل اللي كانوا حوالي إنهم ساعدوني في تجاوز هذه المرحلة الصعبة والأمور اللي يعني كنت أحيانا أقول لو كان عندي يعني لو كان عندهم أبو ممكن كان يشيل ممكن، بس بعدين يعني الكل كان يطمني إن أنت يعني الحمد لله قدرتي وشلتي وجنيتي ثمارتها الحمد لله. أنا دائما أقول هاي الثمرة اللي الحمد لله أشكر ربي عليها طول عمري. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يا ربي طول عمرك تعيشين وتشهدين قصص نجاحهم وفرحتهم وفرحتك وياهم يا رب. إن شاء الله يا رب. خلنا ضحكت شوي، إيش قصة مكان ما كنتوش؟ أنا مو الحار بارد، حار محمد ما خلش. قولي لي، أنا ما عندي شيء أبي أسمع. محمد بتشوف ليد البيت احنا جوي توك تضحكين وتصحين الحين ما تدري احنا هاي دموع الفرح. حبيبتي دوم يا رب. امين يا رب سلمت. يلا هاي كنا احنا في الحج. نعم. وكان مو متذكره كنا يعني وصلنا الباص حق الطواف، طواف الوداع. طبعا يعني تعرفين في الحج وايد زحمه، فيوصلنا مكان وايد بعيد ونمشي مسافة علشان نوصل الحرم. اللي صار إن سواق الباص مصري. نعم. إنزين فقاعد يقول حق محمد أنا حوقف هنا، فاللي يقول له محمد بيتحكي له مصري. هو حاب يجتهد بس. حاب يجتهد اللي يقول له. طيب إحنا بنجيك هني. إنزين. بعدين مشينا ورحنا خلصنا الطواف وكذي، جينا وقفنا عند مكان معين عشان أنا ومحمد وأختي متفقين إن إحنا نتلاقى هناك. إنزين. محمد يتصل الحين حق راعي الباص يقول له أنت لسه مكان ما كنتوش. مكان ما كنت واقف يعني. يعني أنت لسه مكان ما كنت واقف. مكان ما كنت عليه مسكين. مكان ما كنت. احنا نزلنا التعب اللي كنا فيه عقب 3 ساعات من الطواف، لان فعلا طوافنا وايد قطع. انت لانك كنت تطوفون فوق لا متعبه. فضحكنا ضحك عليه. لا يا هو قال لي كان مواصل وذي فمسكين من التعب صار مينون. إيه ذاك اليوم كان متعب بالنسبه له. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل يا رب ان شاء الله. تحيه اكيد لاهلنا في مصر على راسنا. خلينا نشوف الصور اللي على الشاشه. الله قولي لنا انت شنو هاي الصور؟
هاي عرس يوسف توا مؤخرا. ايوه طبعا من شهر عندك هالصور بس روضه عندك؟ لا عندي. من شهر تقريبا استاذه شفيقه زفيتي ولدك يوسف، رحتي فيه اجمل معرس في الدنيا. ابي اوقف شوي عند هالذكريات ومشاعرك في ذاك اليوم. يعني شوفي، مو بس في ذاك اليوم، يعني انا مشاعري وانا اجهز وانا استعد كانت خليط بين الفرح وبين ان تمنيت ابوهم يكون معاهم، انه يعني يحضر زواجه. فكانت مشاعري يعني وايد مختلطه، يعني حتى مثلا امشي السياره اقول بسوي كذي وبسوي كذي، ومره واحده كذي تجيني فكره الله لو كان جاسم موجود، يعني كان بيشاركني بيسوي معاي بيقول يعني تعرفين بتكون الامور يمكن شو اسمه اسهل عليك. نعم. بس بعد في نفس الوقت يعني الحمد لله الله قدرني وقدرت اواصله لهذه المرحله، يعني مثل ما تقولين ختامها مسك ان شاء الله. هذه يمكن اخر مجهود كبير ابذله معاهم. للحين هم يبلك عيال بعد بتربينهم، للحين ما خلص الموضوع. لا لا، هذه موضوع الاحفاد شيء ثاني، يعني ان شاء الله هم موجودين، ما علي، اللي اقدر عليه انا بسوي. بس يعني انا قصدي كيعني فعل كبير سويته، يمكن يعني هذه اخر شيء، يعني خلاص تخرجوا واشتغلوا كذي هذه مرحله، والحين الحمد لله تزوج. فهذه إيه الحمد لله، يعني مثل ما تقولين وصل إلى بر الأمان. الحمد لله، الله يجعلها زيادة الدهر يا رب. إن شاء الله. الله يا رب إن شاء الله. إحنا عندنا أمانة الحين. أمانة؟ إيه. شنو يبين شيء؟ شنو يبين؟ دروني أمانة كده يبين شيء. في خيرات، في أشياء وايد. مساء الورد. مساء النور السرور. عينها طلعت قلوب. مشاهدينا معنا عبر الهاتف السيد يوسف شريدة ابن الفنانة القديرة شفيقة. يوسف مساك ورد اخوي يوسف، يعطيك العافية، انت سورس وايد قوي في حلقة اليوم. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك اخوي يوسف. اليوم ايش حبيت تقول الى هذه السيدة العظيمة عن لسانك ولسان اخوك امام الملأ؟ تفضل. والله شو اقول لك اختي، يعني لو شنو بقول لو شنو بتكلم، يعني ما في شيء بيكفي، يعني اللي سويته لنا هي طول عمرها امي. يعني انا فقدت ابوي وانا يعني كنت طفل رضيع، فما عندي ذكرى حتى عنه. ف في حياتي كلها كانت هي امي، هي ابوي، هي عائلتي كلها. يعني نحن نتذكر كلام اخوي اللي طلع النكنيم على امي اللي سموها المرأة الحديدية. من مساء وانا اقول لها المرأة الحديدية. يعني بالفعل، لان يعني المواقف اللي هي مرت فيها والاشياء اللي سوتها لنا، يعني ما اعرف اذا احد ثاني بيقدر يسويها. تصدق يوسف كانت من شوي تقول لي مقطع كلامك اللي بالخير، كانت تقول لي انا اخاف ان انا قصرت معاهم، فكنت اقول لها سامحيني انا كلمتهم قبل الحلقه وكانوا جدا ممتنين لك بدرجه انا ما اقدر اوصفها، فالحمد لله ان انت الحين اكدت كلامي. لا بالعكس امي، يعني اللي يقول عنها قصرت، بالعكس يعني امي ما قصرت فيونا في ولا شيء، وقفت ويانا في كل شيء احنا نبيه وفي كل شيء احنا نحب نسويه. بالعكس هي اول واحد يشجع، اول شخص يشجعنا على الاشياء اللي احنا نسويها، سواء في الدراسه، في حياتنا الشخصيه، في اختياراتنا الشخصيه، هي اول مشجع لنا تكون امي. الله يخليها على راسكم يا رب طول العمر محمد. امين يا رب. عمري انتو حياتي كلها يا عمري، ويعني حبيبتي يا يمه، اتوقع يا امي اللي سويتها يعني ممكن اي ام في الدنيا بتسوي، يعني ما في يعني شيء خارق. يعني الام انخلقت علشان عيالها، خلاص يعني لما تصير الوحده ام تنسى كل شيء، حياتها تنسي وامورها هي تنسي، وتتم يعني بس قدامها عيالها، فما بالك اذا كان الابو بعد مو موجود، فيعني تكون العمليه مضاعفه. وبالعكس حبيبي انا فخوره فيكم وسعيده ان انت وعيالي ورافعين راسي الحمد لله. والله احنا اللي نفتخر ان انت امنا، واحنا اللي
بالعكس حبيبي قاعدة أطالع صورتك قاعدة أطالع صورتك الحين بالبركة معرفتنا بالبركة الله يبارك فيكم الله يسلمك يا رب إن شاء الله ونبلغ فيك أجمل أبو إن شاء الله بإذن الله أخي يوسف إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله السيد يوسف شريدة ابن الفنانة القديرة شفيقة يوسف شكرا جزيلا على مداخلتك ألف شكر لك ما بنخلص احنا يعني اليوم كل بس مشينهم اضحكي تردين ايش دراني لا روضة ما اتفقنا على كذي ما اتفقنا شو اسوي انزين قولي بتقولي لي شنو اخر عمل لا لا ما في شيء كذي لا لا افا اخر مره بس خلاص لا تصحي لا لا ان شاء الله بضحكك بس انا ما وعدك انت والله قاعد تصحين مني بسرعه ام محمد في شيء ما اقدر ما اتكلم عنه بعد شنو حياك طويل العمر مشكور يا اخوي سامي الله يحفظك يا الكذاب يوسف انا هالشيء موجود معك في كل زمان ومكان لحظه خلني اشوف الباسورد اوكي بعد ما بشوف انا يوسف ما عليه ما عليه انا مو بس بكتفي ان انا اعرض الايباد مالك لحظه يكون غلط انا يبي بفتح لحظه كاكا لا اموري طيبه الدنيا كلها تعرف الباسورد اليوم زاد واحده بس اللي هي روضه انا مو واقف عند هني طال عمرك في شيء دائما موجود في حياتك لا مو يوسف خلاص قولي لنا ازاي لا لا الحين كاندي كراش لا قالوا لي عندك تشالنج وايد عود في لعبة المزرعة تفضلي بس انتي لابين من زمان هداتها شو السالفة؟ يا اختي ما ادري يعني سوري يعني ساعات احس قاعدة بروحي فقمت العب لا بس ترى منافسة قوية انتي صح؟ مو بسهلة في اللعب اي والله يعني ساعات ما في شيء اطالع في التلفزيون شغلتيها كاملة الحين صراحة تفضلي هديتها يصير تهدينا شوي؟ انا تعرفين انا عيست ابي ما قادرين يبون لي اياه اليوم يقولون لي كل مكان في يدها كل مكان ايش قالك اليوم كذاب يوسف ما عليه يقول لي هو لان في الحلبه يعني هو بعد من ضمن شو اسمه المارشلز وعندهم هناك يعني شو اسمه ما اعرف يعني هل كان صدق او كذاب قال لي ما ادري وين الايباد مالي ممكن استعين فيك قلت له اخذه عادي خلينا نشوف الصوره اللي على الشاشه واي ديتهم إلا شفيقة يوسف زهرات الجدة. زهراتنا الثلاث حفيداتك الثلاثة ما شاء الله فجر وعايشة وجود أي. الله يخليهم لك يا رب ويخليك على راسهم طول العمر إن شاء وجودهم شنو غير في حياتك هالنتفة الثلاثة بو وايد غير الصراحة يعني أعرف إن حب مثل ما يقولون عزم الولد ولد الولد بس يعني ما توقعت بهالطريقة ولا توقعت اني يعني بحبهم بهالدرجة يا عمري يعني تخيلي حتى والله اذا انا مسافرة وما عندي شغل بس افتح التليفون واطلع صورهم واقعد اطالع في الصور وطبعا الدميعة تنزل شفتي؟ لا يعني عمري والله هاي الزهور اللي في حياتنا حاليا يعني زهراتنا وشمعات البيت و فرح البيت كله حبايب قلبي الله يخليهم اسميهم تينن ما شاء الله حبايبي عمري وقال لي محمد انا تعمدت اسمي عايشه عشان اعوض الوالده يعني فالحمد لله خير عوض بدون يعني بدون ما ادري والله ما كنت عارفه شنو بيسمي ولا ادري يعني ولا كان كنت حاسبه يعني اي يعني ما حاطه اي اهتمام للاسماء يعني فيوم انولدت قال لي بسميها عايشة الحمد لله الله ياخذ ويعطي الحمد لله الحمد لله سؤال ليش قلتي حق محمد تحمل تسمي بنتك على اسمي انا ما اعرف انا لحد الان يعني ابي اعرف سبب اختيار الوالدة الله يرحمها حق ذي الاسم ما بعارفه انا ما احب اسمي صراحه زين مع انه يعني فيه الرحمه والشفقه وكذي بس الاسم يعني ما ادري احسه ثقيل قلت له لا تسمي علي يعني ولا تفكروني بازعل يعني اذا يعني قريبه اسمي مو بعله ولا تفكروني بازعل ابدا نعم. قال لي لا ما افكر حبيبتك يعني قلت ولا ما قلت ما في فايده اي عادي يعني انا على اساس اشيل عنهم الحرج نعم ترى ما في حرج هو ما في غير شر شلون لا وصدق عاد اسمك كان بالقرعه اختاروه
يعني حسب ما قالت لي الوالدة، قلت لها شنو يعني الله يرحمها، شنو الأس يعني شلون اخترتي اسمي؟ قالت لي ما أنا ما أعرف يعني أختار ولا شيء، وما أدري يعني والله شلون يعني. قالت لي واحد من المنطقة اللي يعني، قلت لها مثل ما قلتي أنا مولودة في الجبل، واحد يعني قالت لي كتب لي ثلاث أسامي، شنو شفيقة واللي عارفة بدرية أو أتوقع فريدة. أوكي يعني مو متذكرة بس أتذكر بدرية يمكن فريدة بعد، ثلاث أسامي، فهي يدها راحت على شفيقة. عاشت الأسامي طال عمرك. إشتي حبيبتي. أنا في شيء ناطرتي عم بنبدل برنامج. اسمح لي يا أخوي سامي تعبتك، لو تغمضين بس، لو تغمضين. أغمض مكسرات. حلوة. شيء يختصر سعادتك في الدنيا. حد مصري. بس انا بعمالي ما يبت قفشه عشان ما تنسين، ما تنسين على الحلوه مو بوايد. لا مو بحلوه افا انت يا ودي، لان اشوفك يا ودي بس سمي يا ودي وفتحيه، هاي سعاده حياتك. وين رمون ام قشر هذه السعاده الثانيه طال عمرك، هذه حق المغربيه يعني. أصابينا ببالي حلوة، أقول يا ربي ليش قالوا لها حلوة؟ لا رمان زينة، تبين تبتهينة تبتهين نفسك على المقابلة أكثر؟ لا 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 ما أقدر أكيد. حبيبة قلبي. انزين الشارجة. أي تذكرين لما كنتوا في الشارجة أنت وخواتك صديقات عمرك، أي خذاكم التسوق لين ما حصلتوا سيارة توديكم من الشارجة الجميلة لعجمان تردكم البيت. أي إيش كثر إيش كثر السيارة اللي ردتكم كان فيها بركة؟ قولي لي هاي من طلعتيها السالفة هذه؟ هذه سلمت الله، كنا يعني أنا تحكيت يمكن من 5-6 سنين ما أتذكر يعني. زين وفعلا كنا تقريبا 4-6 وحدات حلو. ساكنين احنا في عجمان. انزين. انزين. وكان ايام احتفالات الامارات بالعيد الوطني. نعم. الشوارع كانت يعني وايد مصطكة وزحمة، واحنا متفرقين رايحين السوق. يعني ما عندنا شيء نسوي، واحتفالات على البحر، على يعني في الشوارع، والعاب نارية وكذي. احنا عندنا يعني واحد ودانا وقال برجع لكم. ننطر ننطر، خلصنا قعدنا على البحر ننطر، وكان ديسمبر برد. اي قعدنا شفنا الالعاب الناريه، نتصل له قال انا في السيد. بعدين قال لنا ما اقدر اجيكم، الشوارع مصطكه ما يقدر. نعم. يعني هو يعني في يعني من عجمان للشارجه مو بوايد، بس الشوارع زحمه واحتفال اصطكت عليه ما قدريه يعني، واحنا ثلاجنا برا قاعدين. كان في راعي محل احنا دائما نتسوق من عنده وهو صديق يعني. نعم. فرحنا له قلنا له مو لاقين سياره يعني، وقفنا حاولنا ندور تاكسي ندور شيء مو لاقين. المهم الريال مسكين تطوع قال انا بوصلكم. شو توصل فينا احنا سيت يعني، يوم شفنا سياره روضه قلنا هذه مستحيل تشيلنا. شويه نص على السقف ونص في الكراسي. فعلا لو في سقف يعني بنتعلق والله العظيم ما تتخيلين. زين امانه اختك النجاة وين كانت قاعده؟ اختك النجاة وين كانت؟ نجاتي قاعده على الدوس، تعرفين اللي في الوسط تنحط المرتفع في السنتر، وميودة يعني هاي سيتين هني. طبعا معانا يعني اختنا العودة الله يعطيها الصحة والعافية، ما قدرنا واحدة ثانية تقعد وعاها ما في مجال. زين. بس هي قاعدة قدام، فصرنا خمس ورا. خمس ورا؟ خمس ورا. والكرسي هالكبير. يعني من ذلين الصغار كلش. نعم. المهم قعدنا يعني ترعصنا الأربع الخامسة ذي، لا ما في مجال. يا تقعدت في الأرض. يعني. ناطة كذي وميود السيتين وهلا يعني لا هي عندهم قدام ولا هي عندنا. الديسك شخباره. يعني طول الطريق بس نضحك، مو بعارفين يعني هالبنية هالمره شلون قعدت، احنا اوريدي متراعصين يعني. انا الحين بعرف شلون قعدت. تفضلي مين هني؟ حبيبتي شو حبيبتي.
سامحينا عقرنا فيك. عاد هاي عقرته هذا هي. حبيبتي هاي الروح الروح ذي اللي انت نفس فيه في بيتك بيتنا. حبيبة قلبي حبيبة قلبي هاي عاد شوشو من القلب الطيب. ايه مش ما سلمت علي. لا تزعلون حبيبة قلبي تقولي مسلم عليك من ساعة قلبي عاد انت الغالية بعد عمري حبيبة قلبي مرقوقة يا بعد عمري شرفتينا ونورتينا مكانك. طبعا مشاهدينا معانا في الاستديو السيده نجاة انجينير اخت الجميله شفيقه يوسف وايضا صديقه عمرها واخت عمرها بعد. استاذه نجاة اليوم ايش حبيتي تقولين ما يمر عليك عدو يا رب، ايش حبيتي تقولين الى اختك صديقه عمرك ام محمد؟ اقول لها الله يوفقها وييسر امورها ان شاء الله ويعطيها ان شاء الله اللي في بولها. حبيبه قلبي مشكوره، يخلي عيولها واحفادها ويخليها لنا بعد. يا عمري حبيبتي 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 ما في بدونها، القعده مو حلوه حبيبتي. البارحه ما جاتنا القعده مو حلوه. حبيبتي الله يخليكم حق بعض. عنها والله ما استغنى حبيبتي. الله يخليكم حق بعض يا رب ولا يغير عليكم طول العمر. يا رب تسلمي. امانه انا في شيء قرقع هنا في قلبي، ليش سفراتكم كلها فيها كوارث؟ شلون شلون اللون في تركيا طبيتوا فوق بعض؟ في في ايش صادكم في تركيا؟ في تركيا الواحدة تقول هذه ديزني. لا عاد انتم تعرفين انا كنت جدوم وعقبي ليلى وعقبي مريم وشفيقه او ليلى اخر شيء انزين الاخير الحين تعرفين كانت يوم الاحد ورعصه هلون عالم عالم ما لقينا تكسي ما قدرنا إيه؟ قلنا لهم ما في الا هذه القطار يعني هي محطتين وبنوصل. قعدت على كرسي ولا بعد لا واقفين والله واقفين قاعد يا ريت لو كل واحده شنطه دي تروليز واغراض شارين اغراض وكل ما وقف شو اسمه القطار يعني المحطه اللي وراك يدزك وتدزين اللي قدام ونوصل اللي عنده ضحيه نجوت طف ضحيه نجوت طاحت في الارض والله بس عند الله وعلى الله فأنا مين يعني كلهم ضحيين فيني. حبيبة قلبي شرفتيني ونورتيني. في وجه المدفع على لا مضحي يعني كلهم. حبيبة قلبي الله يخليكم حق بعض يا رب. حبيبي إن شاء الله. يجمعكم يا رب دوم على خير. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. حبيبة قلبي ترى هي ما قصرت. إن شاء الله. ما قصرت ويانا أبدا. ومن أول ما كلمتها قالت لي أي شيء حق شفيقة أنا عيوني لها. حبيبتي عيونك سالمة أدريبك عيوني. يعني تعرفين هذه اللي يعني اللي مثل ما تقولين حطيها على يمناك. ما شاء الله والله العظيم الله حبايب قلبي الله يخليكم حق بعض يا رب طول العمر. سيدة نجاة انجينير يعني حبيبتي شرفتيني ونورتيني حبيبتي مشكوره جزيلا على اهتمامك وعلى حضورك الجميل اليوم. خوي ذوقك هالحلو انك يعني صدابتي شفيقه على راسنا على راسنا الشرف والله ويعني وانت صراحه واحده انسانه محترمه حبيبتي الله يحفظك ما عليك زود طال عمرك حبيبه قلبي والله يوفقكم ان شاء الله وبرنامج وايد حلو بصراحة. على راسي طال عمرك حلو البرنامج صراحه حبيبتي يعني. الف شكر الله لك ان شاء الله يا ربي يوفقك حبيبتي في حياتك كلها يا بعد عمري امين يا يسر امور شفيقه ان شاء الله يا ربي الى عشانك يا علي حبيبتي. مشاهدينا اسمحوا لنا في وقفه موسيقيه قصيره مع الاخ العزيز علي العليوي، من بعدها راجعين لثاني فقرات على الوتر اللي تروحون بعيد. مشاهدينا في هذه الفقرة رصدنا آراء الناس من محبي الفنانة القديرة شفيقة يوسف وسألناهم شنو خاطرهم يقولون لها، وكانت الإجابات في التقرير التالي من إعداد الزميلة العزيزة أسماء الشيخ. شوف التقرير راجعين. الأستاذة شفيقة يوسف رغم بعدها عن الشاشة التلفزيون اللي دائما كنت أشوفها في تبع الجمعيات الخيرية أو البرامج اللي يسمونها الجمعيات الخيرية ماراثونات
أو حتى دعم بعض الأمراض، توحد أو الأمراض السرطان وهالأسباب، كانت دائما موجودة رغم بعدها عن الشاشة بس موجودة في المجتمع. طبعا حاب أقول حق الأستاذة شفيقة يوسف إن إحنا يعني وايد افتقدنا وجودك على الشاشة. طبعا الفنانة شفيقة يوسف استمتعنا بأعمالك الدرامية والتلفزيونية، وهل في مسلسلات إن شاء الله في الأيام الجاية؟ الأستاذة شفيقة يوسف فنانة متميزة، الدراما تمثلها بإحساس قوي جدا وطيبة وحبوبة. الله يحبب خلقه فيك دوم يا رب. طبعا يعني هاي عدد قليل من زملائك اللي عشتي معاهم هني في هذا المكان، يعني انت قضيتي حضرتك من عمرك قرابة 22 سنة في وزارة شؤون الإعلام وتحديدا في تلفزيون البحرين. أجمل ذكرياتك في هاي المكان؟ والله أجمل ذكرياتي هي وقفة الزملاء معي، الزملاء والزميلات في مرض الله يرحم زوجي وبنتي، في مرضهم في وفاتهم، يعني كانوا يعني داعمين لي بشكل كبير ما تتخيلين، يعني من زملاء ومن زميلات يعني وقفوا معي، يعني والله يعني لو أقول يعني زملاء وزميلات أبخسهم حقهم، لأنهم كانوا يعني أسرتي الثانية اللي يعني ساعدوني يعني أني أتجاوز ذي المرحلة الحزينة أو المتعبة في حياتي. هو الابتلاء ساعات الواحد يعني رب العالمين يسبب الأسباب ويحط في طريقنا ناس يساعدونا أن احنا نتجاوز هالابتلاء. وايد الصراحة يعني أنا حصلت وايد ناس يعني وقفوا معي في كل هالمراحل هذه. الحمد لله رب العالمين. الله يحبب خلقه فيك دوم يا رب. أقرب أعمالك الفنية إلى قلبك حسب اللي شفناه في التقرير؟ يعني هو يعني يمكن في المرحلة الأولى أقدر أقول أم هلال، لأن كان العمل يعني خذ صيت وسمعة كبيرة يعني مو على مستوى البحرين، على مستوى الخليج، ويعني لدرجة أن سويناه 3 أجزاء، ويمكن يعني هو العمل الوحيد اللي سمو رئيس الوزراء الله يحفظه ويطول لنا في عمره إن شاء الله استدعانا وسلم علينا وشجعنا. إنما في المرحلة اللي بعدها اللي هو يعني العودة اللي هي في الألفية، يعني ممكن أقول إن الخافي أعظم؟ الخافي أعظم كان يعني كانت الشخصية جدا مختلفة. أنا العصفورة قالت لي أستاذة شفيقة الخافي أعظم بالنسبة لك عمل لا مكانة خاصة، وايد لا مكانة خاصة، يعني العمل كان حلو، ويعني وصراحة لحد الحين يعني يمكن إحنا هو صار له 2 من انعرض، الناس للحين يعني مستمتعين فيه، ولازلت ألقى ناس يقولوا لي ليش ما قلتي لهم عن أبوهم، مر يعني من قتل أبوهم. يمكن كل الشخصيات اللي أديتها لحد الحين يعني يمكن ما فيها العمق الدرامي الكبير، يعني شخصيات اعتيادية طيبة حبوبة مضحية يمكن طبيعتي. ليش حسيت أستاذة من كلامك أن أنت للحين ما ياتك الشخصية اللي أنت تحلمين فيها، الشخصية اللي كانها تشالنج بالنسبة لك، اللي كان فيها تحدي؟ يعني بس أنا بالنسبة لي اللي سويته واللي يعني حتى لو نعرض عليه أشياء مشابهة خلاص، يعني أنا مو في مرحلة الحين أبحث عن تشالنج على ما قلتي أو تحدي أو شيء من هذا القبيل، خلاص روضة يعني بعد الواحد شي يقول على ما يقولون ما بقى كثر ما لا من العمل. لا عليك بالعكس الحمد لله. بس يعني شوفي أنا التمثيل بالنسبة لي هواية وحب، يعني حق التمثيل ما خدت دراسة ما خدت أكاديميا، يعني ما تعمقت فيه، يعني أنا اللي قاعدة أدي ارتجالي ومن الطبيعة يعني طبيعتي كذي. فالأدوار يمكن المركبة المعقدة يعني يصلح لها ناس دارسين فن التمثيل بشكل عميق. يعني انت ما تفضلينها استاذه؟ مو ما افضلها يعني ما اعرف لها، يعني لو انعرضت علي يمكن ما اعرف حتى اديها، ويمكن لهذا السبب انا بس من حاسره في هذه الادوار. ما شاء الله على هالصراحه، ارفع لك القبعه. شكرا لك. هل هناك عمل قادم تحضرين ايضا من ضمن الاسئله اللي وردت من قبل الزملاء؟ هل هناك عمل قادم حاليا تنزيلة؟ يعني اشتغل في عمل في الامارات العربيه المتحده في ابو ظبي بالتحديد. نعم. صورت جزء كبير منه ولي رجعة مرة ثانية، العمل هو اسمه بنات الملاكمة، وهو يعتبر الجزء الثاني لأن صورنا الجزء الأول وانعرض السنة اللي طافت وهاي الجزء الثاني،
وفي عمل اللي هو من ضمن الأعمال يعني اللي السنوية اللي أنا يعني مشاركة فيها، عمل سعودي. العمل ذي يعني ماخذ صيت جميل خصوصا في الفئة العمرية الأطفال والشبابية، اسمه شباب البمب. حلو. عمل يعني سوالي قاعدة جماهيرية من الأطفال. حلو. وأنا يعني أصعب فئة هذه. بالضبط. البارحة هذه بالصدفة يعني رايحة نعم. في مدينة العظماء سوق على رأسنا في أحد المحلات وأنا أمشي، إلا واحد صغير على السيكل، شلونك معامر؟ اسم شخصيتي في المسلسل أم عامر. يعني كلهم احنا الاطفال هذه اسمي ام عامر. ام محمد ويوسف وين راح؟ ايضا ام محمد هناك من سال ايضا سؤال يمكن احنا تجاوزناه اليوم، هل حسيتي بيوم ان ارتدائك للحجاب كان عائق بمثابه عائق بالنسبه للمخرجين او منتجين الاعمال في اختيارك لادوار معينه، او حتى كان عائق بالنسبه لك انت شخصيا في اداء بعض الاعمال؟ هو عشان كذي أنا توقفت يعني فترة طويلة لأن لبست الحجاب، يعني ما قلت اعتزلت ولا قلت أي شيء، لكن وقفت لأن كان الحجاب يعني مع التمثيل أمر غير مقبول في بداية يعني نهاية الثمانينات بداية التسعينات. بعدين صار الأمر طبيعي وتواصلت الأمور. العائق يعني هو مو يعني مو عائق بالنسبة لي أنا، لأن أنا أخذ أدوار معينة بشكل معين يعني، إنما في بعض الأحيان يعني مثلا مخرجين معينين أو يعني مو مستوعب موضوع الحجاب، يعني مو بخليجيين، أغلبهم غير خليجيين، يقول أنتوا تقعدون كذي في البيت؟ قلت له لا إحنا ما نقعد كذي في البيت. طيب يعني المشهد إحنا في البيت؟ أقول له إيه إحنا في البيت كمشهد، لكن إحنا على الشاشة أنا محجبة، شنو تبي أسوي يعني؟ فيعني ما يعني صعب تفهمينهم لأن عقليتهم مار، يعني لما نقول منفتحة ما لها علاقة بالانفتاح، ما لها علاقة بالانفتاح. المفروض أنت يعني كإنسان عربي تعرف معنى الحجاب بغض النظر عن ديانتك، حتى إذا كنت غير مسلم بعد الحجاب معروف في الدول العربية. فمخرجينا كلهم عرب، بس أحيانا يعني يكون مو مستوعب، يعني مثلا مشهد نوم شلون بتنامين بالحجاب؟ بنام بالحجاب شوي ممكن أرخي لكن ما أشيله يعني. نعم. أخيرا عمل سويتيه وقلتي كان زين ما سويته؟ إحنا في الخليج مثلا ممكن تقولين أنا سويت عمل وضربت فيه فأتوقع بتيني أعمال عقبة وما فوقها فوق، ما عندنا بالنسبة حق أعمارنا إحنا، حق عمري أنا وحق هيئتي أنا ما في. يعني سويت عمل ونجحت فيه وكذا وتوقعت بتيني أعمال، لا بالعكس، يعني تيني أعمال يمكن يعني مثلا أقل مساحة أقل حضور. وأنا أظن صححيني أستاذة من خبرتك الواسعة، أظن الشخصية هي بمدى تأثيرها مو بعدد مرات الظهور. بالضبط ترى. بالضبط. الله يخليك لنا يا رب ونظل دايما نستمتع بأعمالك المهمة والكبيرة، حضرتك أكيد وكبار فنانين في البحرين. حبيبتي قلبي شكرا لك. اسمحي لنا محمد بوقفة موسيقية ثانية وبعدها راجعين لثالث فقرات على الوتر. تفضل. أهلا لكم مشاهدينا من جديد. أم محمد، أنا هاي الفقرة هي أكثر فقرة أنا متحمسة لها، وشكر خاص أكيد حق المهندس سامح اللي ساعدنا وما قصر، أكيد أخوي راشد الجميري. يعني تفضلي تفضلي بتجربون فيدي لو سمحتي بنروح إلى زاوية ثانية من الاستديو. إيه لا ما بنجرب فيك، إحنا مجربين وخالصين. زين تتفضلين هني وبتلبسين هاي النظارة توصفين لنا انت ايش قاعده تشوفين. انا متاكده ان انت بتشوفين اماكن لها ذكريات جدا خاصه في قلبك. انت الحين قاعده وبنشوف
لو سمحتي بطلب منك تتفضلين تلبسين النظارة. لا ما بتخاف. ما في مقالب. لا والله حشة. هذه برنامج مقالب. بتشوفين أماكن هي تعني لك وايد. وبطلب منك بس إن أنتي توصفين لنا شنو قاعدة تشوفين. بتطقين بلاي. أطق بلاي. تفضلي. عاد لوجو البرنامج كان طلعتي ذاك الصوب يبين. أوكي. خلي نشوف الفيديو الأول. أنتي قولي لنا الحين هذه المكان وين؟ لحظة بي بيتنا الأولي. طالع يمين طالع يمين طالع يسار. جدمي بيدك شوفي شو تبينه. سبحان الله، هاي فريجنا في المحرق. أيوة هاي بيتنا، وهني المدرسة اللي درست فيها في الإعدادي. الله، وهاي دروس بيتنا. الله، إيش كثر اشتقتي حق هالمكان يا زينة. لأن ذكريات روضة هني ما تتخيلين. شنو يعني لك هالمكان أستاذة؟ متى آخر مرة رحتي أول شيء؟ هني هذه البيت؟ هذه بيتنا إيكاه وهني. الله، هاي الباب البني. طبعا تغير الحين، طالع يمين يسار، كان قبل مو هاللون مو بهالحجم مو بهال. هني احنا وين؟ هذه الفيديو الثاني. الله ملحصه. الفيديو الثاني طبعا هالمكان انا بيك تعرفين استاذ المشاهدين وين ذي المكان. هذه اسمي البيت العود، ملف الايويد. واللي قاعدين افتر هاي هاي خواتي اللي قلنا لكم عنهم. هاي نجات. أيوة. وشهرزاد. هاي أختي من الرضاعة اللي تراضعت معها. رضعت معاي. نعم. هاي نجات وهاي ليلى. هاي فاطمة بنت نجات. أيوة. هاي حفيدات نجات. هاي شو طالعين صوبي وتقولين حفيدات نجات؟ لأنها كومة جدا. أنا وايد مستمتعة. وأنا وايد مستمتعة. وايد وايد وايد. ترى إحنا كنا هناك قاعدين معاهم. مبين إن أنتوا كلنا خبيصة. وما سوينا سوايا هناك. أوكي أوكي. وافتقدوك كل شوي، كل ما يتبطل الباب يقولون لي كون بالدش شفيقة. شفتوا يعني أنا زين ما رحت لهم هالليلة ذي اللي أنتوا رحتوا له، لأن يعني قليل إذا ما أروح. حبيبة قلبي الله يعطيك العافية. تقدرين الحين تشيلين النظارة. واو. تتفضلين إلى مكاننا السابق في الاستديو. تفضلي. رجعتيني بو. يعني على الأقل شفت الملامح شلون صارت تغيرت. حبيبتي. سبحان الله. يعني أنا بأرجع معاك أستاذة حق الفيديو الأول اللي شفناه. المكان اللي عشتي وتربيتي فيه وجربتي فيه أجمل أيام حياتك. ومثل ما تفضلتي من شوي في بداية المقابلة كان فيه أجمل ذكرياتك بعد. صح. إلى أي مدى أنت مرتبطة عاطفيا وروحيا إلى اليوم بهذا المكان؟ مرتبطة يعني ما أقدر أنسي. يعني يمكن نسيت أشياء وايد، لكن المحرق وبيتنا في المحرق ووجودي في ذاك البيت وذي الفريج ما نسيته. إيش كثر اشتقتي؟ وايد مشتاقات له يعني. بس المشكلة إن يعني المنطقة كلها تغيرت. يعني الحين ساعات لما لو بالغلط مرينا أو شيء يعني أحس بغربة. يعني يضايقني هذا الشعور إن يعني مكاننا اللي عشنا فيه واللي تربينا فيه واللي عشنا طفولاتنا فيه. نعم. خلاص ما عدنا يعني نقدر نروح له. نعم. يمكن مثل ما قلنا من شوي طفولتك يمكن ما كانت وايد سعيدة. يمكن مو كل الأيام اللي عشتيها في هاي المكان كانت مرفهة وكانت سعيدة، ولكن مع ذلك ما كانت مرفهة أبداً. أبداً رفاهية بعيدة يعني شيء بعيد عن حياتنا. يعني أنا اللي عارفة أن والدتك الله يرحمها اشتغلت كل شيء ممكن أنها تشتغله عشان ما تقصر عليك أنت. نعم. واختك مريم في أي شيء. صح. وما تحسسكم بأي نقص فعلاً. وقد كان صح. أبي أوقف شوي عند هالذكريات أستاذة. بعد بتصيحني شو أقول؟ أطوف نص الأسئلة. الوالدة الله يرحمها يعني يمكن أنا كررت تجربتها أو تقريبا نفس حياتها اللي هي عاشتها يعني. نعم. طبعا مثل ما ذكرتي في البداية إن أنا من أب سعودي وأمي وأبوي ما قدروا يعيشوا مع بعض يعني، فعشنا في البحرين وطول عمرنا يعني في البحرين، ومن صغرتنا أبوي في السعودية وإحنا في البحرين. ف أمي يعني حاولت قد ما تقدر وبكل إمكانياتها وبكل إمكانياتها المتواضعة طبعا. نعم. لأن أمي ما كانت متعلمة ولا شيء. وايد ناس في ذاك الزمن كذي. إيه بالضبط. نعم.
كانت يعني حاولت قد ما تقدر الوظائف انها تاخذ الوظائف البسيطه اللي يعني سمحت فيها الامكانيات واشتغلت. ويعني للامانه كانت يعني قد ما قدرت وفرت لنا يعني الاساسيات اللي احتجناها في حياتنا. يعني والتعليم عمرها ما حرمتنا منه، يعني خلتنا ندرس والحمد لله، يعني كنا انا واختي من المتفوقات. الامور الثانيه الحياتيه يعني لبس الاشياء هذه كنا نلبس يعني حال من حال اي احد، يعني متوسط الحال. احنا يعني معنا احنا ما كنا متوسطين، كنا اقل من المتوسط والحمد لله. يعني ان شاء الله نكون قدرنا نرد لها جزء من الجميل اللي هي بعد ما 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 تقدر يتوفي والدينك باي شيء تسوينه لهم. حبيبه قلبي الحمد لله. لكن وانت تتكلمين عن ذكريات المكان عينك تبرق من السعاده. وايد وايد يعني انا الحين استانست اكثر ان احنا صورنا. سبحان الله، والله العظيم ما توقعت. يعني اول ما شفت الفيديو قلت هو يعني المكان غير، بس اقول اعرفه، انا متاكده اعرفه. وفعلا يعني وسبحان الله شفتي البيوت شلون متقاربه. صح. ترى الفريج مشاعر الأوادم كانت متقاربة مثل بيوتهم. نعم صحيح. يعني تعرفين بين بيتنا وبيت البيت الثاني دفعة واحدة، يعني ما كانوا مثل ما نقول طوفة واحدة، ما كانوا ذي البيت يسوي طوفة وذي البيت طوفة، لا طوفة واحدة. لدرجة جارتنا أحيانا مثلا إذا تسمعنا نصيح أو شيء تقول حق أمي فاطمة إيش سويتي في البنات؟ يا عمري تصرخ عليها، يعني يمكن أبالها هاوشتنا ولا شيء، يعني إذا فينا شيء. إلى الفيديو الثاني أم محمد. يمعات البنات الله. صديقات عمرك وخواتك في أم الحصن كل ليلة قاعدة تينن ما شاء الله، الله لا يغيرها عليكم. والله هذه يعني متعتنا صراحة. يعني أنا ما عندي طلعات مطاعم قهاوي كوفي شوبات أشياء كذي، ما عندنا هاي قعدتنا يعني اللي شبه يومية. نعم. يعني ممكن ليلة ليلتين أفاوت في الأسبوع، وليلة الجمعة هي الليلة اللي الكل يتجمع فيها، كل واحدة تودي طبق. نعم. اللي حلو واللي مالح وكذي، وتصير يمعة على أوسع وأكبر. الله لا يغير عليكم إن شاء الله ويديم هاليمعة الطيبة يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين يا رب. أنا وايد استانست لأن أنت استانستي. سمحي لنا أم محمد وقفة أخيرة مع الكمان، بعدها راجعين لآخر فقرات على الوتر، تفضلوا. عادة في هذه الفقرة عادة ما أطلب من ضيفي الكريم أنه يواجه نفسه في هذه المرأة ويحاكيها. عشان تضحكين؟ شو أقول لها؟ أحب أقول لك. أولا إذا حبيتي تشكرين نفسك على شيء بعد رب العالمين، على شنو راح تشكرينها؟ أشكر نفسي على يعني يمكن مثل ما قلتي أشكر رب العالمين أنه أعطاني يعني القوة والصبر أني أمشي حياتي. وبس؟ يعني ما أحس أني أنجزت إنجاز كبير، ولكن يعني يمكن الحسنة الوحيدة هي تربيتي حق أولادي. أشكر نفسي أني وصلتهم إلى هذه المرحلة، وأن الحمد لله يعني فخورة فيهم ومشرفيني في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، الله يديمها عليك نعمة يا رب. على الجانب الآخر إذا حبيتي تعاتبين نفسك على شيء، على شنو راح تعاتبينها؟ يمكن العتاب بيكون يعني يمكن مؤلم شوية، بس يمكن تقصيري يمكن ناحية والدتي الله يرحمها، يمكن ما سويت لها اللي يعني المفروض أسويه كابنة. يعني أحس مهما قلت ما بكون وفيتها حقها، وأتمنى بس إنها تكون هي يعني راحت وهي راضية عني.
يا رب إن شاء الله تكون في مكان وايد جميل أجمل وايد من المكان اللي احنا فيه إن شاء الله. يا رب الله يرحمها إن شاء الله. حتى في فقرة المنظرة بصيحك شو أسوي؟ حتى في هالفقرة بصيح؟ إيش أسوي فيك؟ أنا أصف. الحمد لله. الحمد لله. أخيرا شنو الوعد اللي توعدين نفسك بالالتزام فيه ما حييتي على ألا تخلفين هذا الوعد؟ الله يطول بعمرك. يمكن أنا أحيانا أكون يعني أثق في الناس وايد يعني حتى لو كنت مثلا ما أعرفهم بشكل جيد أثق فيهم يمكن أعطيهم كل اللي في قلبي فأوعد نفسي إن شاء الله يعني تكون أموري الخاصة وأشياء اللي يعني أخاف عليها في طي الكتمان إن تكون بس للأشخاص اللي أنا أثق فيهم واللي أنا مقربين جدا مني. أتمنى ذلك. انخذلتي من هالشيء؟ إيه وايد يعني أحياناً الطيبة الزايدة عن اللزوم يعني يستغلونها الناس ويحسسونك إن أنت يعني بتعطين بلا حدود بتسوين أشياء وايد لهم أو بتقدمين يعني كل شيء فقط لأنه يمكن مثلاً أنت طيبة والأمور هذه يعني ما أعرف شلون مضمونة كأنك شيء مضمون. إيه إيه بالضبط بالضبط يعني يحطونك كأنك شيء مضمون وأن أنت يعني مهما أهما سوى ومهما أهما فعلوا وأنت بتسامحين وبتعطين بس هذا الموضوع يعني أوعد نفسي أنه ما راح يتكرر إن شاء الله. يا رب الله يسخر لك أطيب خلقه يا رب. أم محمد أنا كنت جدا جدا سعيدة بحضورك، سعيدة بهالابتسامة وطيبة هالقلب وبهالصدق اللي ما شاء الله رب العالمين من عليك فيه. شرفتيني وشاكرة لك أن أنت سمحتي لنا يمكن نتكلم على الأمور ما قد تكلمتي فيها من قبل. أشكر لك ثقتك وأشكر لك حضورك الجميل وهاي تذكار بسيط يذكرك دوم بحبنا لك من أسرة حبيبتي. برنامج على الوتر. مشكورين وايد. أنا بعد سعيدة أن أنا شاركت في هالبرنامج يعني فعلا على ما قلتي الأمور اللي تطرقنا لها ما عمري تطرقت لها بشكل مباشر وبشكل عام على التلفزيون. البرنامج الصراحة يعني حببتوني فيه. أنا كنت متخوفة وكنت يعني أقول ما أدري إيش بيسألوني لأن يعني ما طرحتي لي أي محاور إن بتطرح وبتناقش فيها. كلها مفاجأة. كلها مفاجآت يعني ويبتي لي عيالي تكلموا ويبتي لي أختي الحبيبة صديقتي العزيزة اللي يعني أعتز فيها وفي خواتها كلهم ورويتيني فريجنا. طبيعي هالشيء. يعني والله العظيم هذه شيء وايد حلو وايد حلو أحلى شيء رويتيني فريجنا رويتيني مدرستي اللي درست فيها. مشكورين. حبيبة قلبي لا شكر على واجب يا عمري. يعني أنت قلتي عني طيبة وجميلة وأنت يعني أطيب وأجمل أسلوبك راقي وفعلا يعني تحببين الضيف فيك وتخلينا ينطلق. يا حبيبي قلبي على راسي من فوق. والله انت على راسي من فوق. يسلم راسك. شرفتيني. شكرا شرفتيني يا محمد. لكل الطاقم اللي موجودين هنا عمري ما قصروا. حبيبة قلبي انت شرفتينا ونورتينا وكلنا سعيدين بوجودك. شكرا لكم. حبيبة قلبي الف شكر لك يا محمد. شكرا. اذا مشاهدينا وصلنا معاكم الى نهاية حلقة على الوتر لهذا اليوم. الف شكر على طيب وكرم المتابعة. وإلاكم الاسبوع القادم على مليون خير في امان الله.